معينة في الأكل تمنعها؟ طيب يا دكتور، ما هياش مفيدة ليها أثناء الحمل الدهون، وفي نفس الوقت هتتخنها؟ الدهون سعراتها عالية جدا. محتاجة شوية دهون بس، يعني محتاجة شوية زيت على الفول بتاع الصبح بس. مش محتاجة ان هي تاكل كل يوم اللحمة محمرة يعني. تمام. ومعانا سامية. أهلا يا سامية. ايوه سامية، مساء الخير. مساء النور، أهلا بيك يا سامية، اتفضلي. فضلك لو سمحتي أكلم الدكتور. مع حضرتك، اتفضلي. معاكي الدكتور، اتفضلي. أنا سامية. أيوة فندم. دكتور من فضلك، أنا كنت بعمل رجيم اليويو زي ما حضرتك كنت بتتكلم عليه. خسيت واتخنت ورجعت خنت تاني. فأنا دلوقتي عاملة دايت وعايز أسأل حضرتك على اسم دواء معين ينفع أقوله؟ هو مش موجود في مصر عموما. طيب لو يعني سريعا كده، لو مش موجود هنا اتفضلي. هو اسمه هيدروكسي كات. طيب عايز اقول اي اسئله؟ لا، عايز اقول شكرا يا سامية، اتفضل. انه الهيدروكسي كات مش من الادويه المعروف انها بتعالج السمنه، ومش من الادويه اللي مسموح لنا نكتبها. هم في دوايين بس في العالم كله، هيدروكسي كات مش واحد منهم. مش واحد منهم، يبقى فيش داعي يا مدام سامية. طب دكتور، عايز اتكلم تاني عن يعني الناس اللي بتفقد وزن وبترجع تاني. من ضمن الناس دول كمان اللي بيجروا جراحات تخفيف الوزن. بالزبط. في جراحات والمفروض ان هي للناس طبعا وزنها زايد عن اللزوم، مفروض ان هي نتيجتها فعاله جدا. أيه. بنشوف ناس ما بتبقاش النتيجه فعاله كده، او على الاقل بيرجعوا تاني. تمام. انا عايز اقول انه طبعا الجراحات مش اي حد ممكن يعملها، ولكن اللي وزنهم ازيد من ارقام معينه وعندهم مشاكل صحيه تستدعي انهم يخسوا، واللي فشلوا في علاج السمنه بالطرق السلميه فبنلجأ للطرق الحربيه اللي هي الجراحه. يعني الجراحه بقت مأمونه جدا، بقت بتعمل بالمنظار، المريض بيخرج تاني يوم، البنج بقى امان جدا. فانا قصدي الجراحات ما بقتش مخيفه زي زمان. بس لازم المريض يعرف دوره. الموضوع مش موضوع انه الجراح عمل عملية كويس فالمريض هيخس، مش هيخس. لان احنا هذه الجراحات مثلا واحدة منهم بنعمل تصغير لحجم المعدة عشان ما يعرفش، يبقى عنده شنطة بيحوش فيها الاكل ويقعد ياكل 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 عشان يتهضم وبعدين اللي هو الرنج او الرنج مثلا او التدبيس او التدبيس. يقوم المريض مش عارف ياكل، فبيبقى عايز يروح شغله، عايز يذاكر، يلاقي نفسه هبطان مش قادر ومحتاج يكمل شغل. فيضحك على العملية بزاي بقى، يروح بدل ما كان بياكل مثلا سندوتش جبنة، فيروح واكل حلويات. الحلويات سعراتها عالية، هو بيقول لك أنا عايز حاجة بسكر، يروح واكل حلويات. فالحلويات سعراتها عالية بس حجمها صغير لكن كمية سعرات فيها كبيرة. فيبقى الرنج اللي محطوطة ورأنها مضيقة المعدة إلا إنه داخلها سعرات كتير برضه. يعني ما كلش كمية كبيرة لكن أخذ سعرات كتيرة. بيحاول يضحك على العملية، هو لازم يساعد العملية، لازم ما يعملش هذه الغلطة. فبيتحول من حاجة اسمها فوليوم إيتر، إنه كان أكيل كميات كبيرة، إلى سويت إيتر، إنه بياكل دلوقتي نوع مهم كميات صغيرة بالظبط كده، بقى بياكل حلويات، فبيرجع يتخن تاني. وياما ناس بيجوا لنا بعد الجراحة يقعدوا فترة ما يجوش لأنهم بيخسوا شوية في الأول، وبعدين يجوا تخنانين ويقول لك عايزين نعمل رجيم تاني. هو الصح إننا بنتابع هؤلاء المرضى بعد الجراحة عشان نفهمهم ياكلوا إيه عشان ما يضحكوش على العملية ويستفيدوا من العملية. نرجع نقول اقتناع المريض برضو، وبرضو المريض عليه دوره. عمل كبير ودوره. بالظبط. أستاذ محمد من الإمارات مرة تانية رجع لنا. أهلا يا أستاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل يا أستاذ محمد. ممكن لو سمحتي بس أسأل الدكتور سؤال واحد. طبعا مع حضرتك. السلام عليكم دكتور محمد. اتفضل. مع حضرتك، اتفضل يا أستاذ محمد. مرحبا دكتور محمد. اهلا بيك. انا في عندي سؤال صغير حضرتك ببدايه الحلقه، بس نوهت على شغله ان لازم يكون المريض هو يعني في امور نفسيه. قلت حضرتك ان بيكون موجود معك من ضمن الفريق التخصيص شخص مثل الدكتور رياضي، وشخص مثل ما بقوله مختص نفسيا، بحيث ان يقدر يقنع المريض ان هو لازم يخاف. ممكن تشرح لنا هيك بعض النصائح النفسيه، بحيث ان اذا واحد عنده طفل وحاول هيك شوي يقدر يساعده في مسألة التخسيس. سنه قد إيه يا أستاذ محمد؟ 10 سنين. 10 سنين. أي أسئلة يا دكتور قبل ما نقفل؟ أنا سمعت سؤال كويس قوي. هو إذا عنده طفل صعب يعني. عنده طفل ويمكن هو عايز نفسيا يعني أيوه. تديله نصايح كده إزاي يقدر يتعامل مع الطفل ده ويقنعه إنه يعني يساعده إن هو ينزل وزنه. أيوه. شكرا يا أستاذ محمد. هو سن العشر سنين الحقيقة بسن حساس جدا. لو إحنا إدينا أولا مش سن إنه يجي لي يخس عندي، لا. ده السن ده المفروض الأهل بيكونوا لهم دور أقوى جدا من دكتور التخسيس. يعني أكشولي الأحسن إن هو ما يجيش،
مش الاحسن انه يجي. ممكن الاهل يروحوا هم وياخدوا النظام للولد. بالظبط. النصيحه هي النصيحه ايه هنا؟ بنقول للاهل انه كنتوا اللي لازم تعملوا ريجيم وتدوا مثال جيد بنفسكم عشان الطفل يقلد. انما لو وجهنا هذا الطفل ونقول له انت لازم ما تاكلش الاكله الفلانيه ونقعد احنا قدامه بقى ناكل كل الحاجات اللي ما ينفعش بل بالعكس هيعند وهيحاول يقلد. وبالتالي هنا بنقول انه النصيحه لازم تكون غير مباشره. ان انا اقول له مثلا انا بشتري له اللبس اقول له لو كنت ارفع من كده كان اللبس ده كان هيبقى احلى عليك. لو كنت ارفع من كده كان هتبقى قادر تجري من غير ما تنهك فكنت هتكسب السباق الفلاني. لو ذاكرت كويس مش هجيب لك شوكولاته، لو ذاكرت كويس هاخدك النادي نلعب رياضه سوا، نلعب ماتش كوره سوا. اذا انا بدي مثال لنفسي وبدي توجيهات غير مباشره. وطبعا دور الاخصائي النفسي هنا مهم قوي قوي قوي، مهم في الحاله زي دي. دكتور محمد بشكر حضرتك جدا على وجودك النهارده معانا. دكتور محمد ابو الغيط الاستاذ بالقصر العيني والسكرتير العام لجمعيه دراسه السنه، شكرا ليك يا دكتور. شكرا ليك. وبتمنى نشوفك تاني قريب باذن الله، لانه اكيد الكلام عن السمنه والرجيم وانقاص الوزن ما بيخلصش. عناية. شكرا ليك يا دكتور، بتنورنا دايما. شكرا لحضرتك. وكده خلصت النهارده حلقتنا من 90 دقيقه، نشوفكم بكره الساعه 9 مساء بالظبط. تصبحوا على خير. خليك في احسن حالاتك مع نسلي.